ذكر مراسل القاهرة الإخبارية أنه تم تجهيز 50 شحنة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. يأتي هذا فيما تتواصل الاستعدادات في معبر رفح لاستقبال دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية القادمين من القطاع. لمزيد من الأخبار المتعلقة بمعبر رفح من الجانب المصري ينضم إلينا الزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القناة الإخبارية. مصطفى، بعد التحية، ما آخر الأخبار لديك فيما يتعلق بمرور وعبور المساعدات إلى القطاع؟ نعم، يعني بالفعل وصل معبر رفح البري استقبال وضخ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، حينما وصل إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني حوالي 27 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية. هذا أيضا فيما تواصل أو يواصل أعضاء التحالف الوطني تجهيز عديد من الشاحنات الأخرى، حيث تم اليوم تجهيز حوالي 50 شاحنة من المساعدات، بالإضافة أيضا إلى قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية انطلقت من العاصمة المصرية القاهرة وهي في طريقها الآن إلى مدينة العريش ومن ثم إلى النقطة الحدودية هنا وبعد ذلك الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. المعبر ما زال يواصل تقديم الخدمات الإنسانية وتقديم وتسهيل عبور الشاحنات في طريقها إلى قطاع غزة. مشهد آخر هنا في معبر رفح البري وهو الزيارة التي قام بها وزير الصحة المصري حينما تفقد سيارات الإسعاف وجاهزية استقبال سيارات الإسعاف للجرحى والمرضى الفلسطينيين، وأيضا خلال نقاشه مع الأطقم الطبية سواء كانت من وزارة الصحة المصرية أو من الهلال الأحمر المصري. كل هذه الزيارة التي قام بها وزير الصحة المصرية، ومن قبل زيارته إلى معبر رفح كان هناك جولة تفقدية له من خلال عدد من المستشفيات المصرية في محافظة شمال سيناء مثل مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد، وذلك بهدف الاطمئنان على الحالات المصابة من الواردة من قطاع غزة. نعم، تفضل. طيب مصطفى، وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي قبل دقائق كان يشير إلى أكثر من 100 شاحنة دخلت اليوم قطاع غزة عبر معبر رفح. هل أنت وأنت تتواجد هناك منذ أسابيع، هل رصدت هذا العدد دخل اليوم إلى داخل القطاع؟ يعني منذ بدء اليوم الأول لوصول شاحنات القوافل الإنسانية التي تتجه صوب قطاع غزة لم نرصد هذا العدد أو هذا الرقم على الإطلاق، ولكن خلال كل يوم يتم تجهيز ما يقرب من 100 شاحنة وأحيانا أكثر من ذلك. ولكن بالنسبة لعملية الدخول الفعلي التي تقع أو التي ترصد من ناحية الجانب الفلسطيني لمعبر رفح لم نرتقي إلى هذا الرقم حتى اليوم. وخلال هذه الساعة ونحن نتحدث الآن في تمام ربما الساعة 6:30 مساء قطاع القاهرة، لم يدخل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح أكثر من 27 شاحنة، ولكن هناك انتظار لمزيد من الشاحنات الأخرى التي ستصل بعد الانتهاء من رحلة الإجراءات الخاصة بعملية دخولها إلى الأراضي الفلسطينية، والتي تشرف عليها وتنسق لها بعض الجهات الأممية والجهات الإغاثية التي تعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. طيب مصطفى، قياسا بالثلاثة أيام السابقة، ما هي وتيرة دخول المساعدات اليوم؟ نتحدث على مدار الأيام الماضية وليس اليوم فقط، هناك بعض الإجراءات السريعة التي لاحظناها وشاهدناها من ناحية دخول القافلات قوافل المساعدات الإنسانية خلال الأيام الماضية، ولكن ربما هذا اليوم هي أقل مما شاهدناه خلال الخمسة أيام الماضية. لذلك نتحدث عن تسريع ملحوظ في وتيرة إجراءات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن هذا الإجراء أيضا لم يرتقي إلى الأعداد المطلوبة والتي يتحدث عنها الجانب الفلسطيني والتي تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها على أرض الواقع بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. كل هذه العوامل نتحدث عنها من إجراءات ربما الجانب الإسرائيلي يضع بعض العراقيل، ولكن إذا ما تحدثنا في مجمل الوضع كانت هناك بعض التسهيلات وتسريع في وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال أيام معينة أو أيام محددة، ولكن اليوم حتى الآن لم نرصد دخول للعدد الذي تستهدفه الدولة المصرية، حينما أعلن صباح هذا اليوم أنه تم تجهيز بالفعل 100 شاحنة، ولكن حتى الآن لم يصل العدد بالكامل إلى الأراضي الفلسطينية، ونحن في انتظار انتهاء القافلات الشاحنات الأخرى من رحلة إجراءات دخولها إلى الأراضي الفلسطينية. سريع مصطفى، في الخمسة أيام السابقة التي أشرت إليها كم كان عدد أو متوسط عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع؟
يعني متوسط عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة خلال الخمسة أيام الماضية وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 شاحنة، ولكن إجمالي عدد الشاحنات تجاوز ما يقرب من 200 شاحنة. في كل يوم كان هناك تردد أو تباين في دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، ربما كان اليوم الواحد يشمل 50 أو 70 أو 80 شاحنة. هناك بعض الأيام انخفض فيها عدد دخول الشاحنات إلى حوالي 40 أو 30 شاحنة. نحن نتحدث عن متوسط دخول يصل إلى 50 شاحنة خلال الأيام الماضية. شكرا جزيلا مصطفى عبد الفتاح مراسل القناة الإخبارية من الجانب المصري أمام معبر رفح البري. شكرا لك.